يقول في سؤاله الآخر: ما حكم إرسال الأضحية للخارج؟ الأضحية تشرع في البلد وفي البيت، لأنها عبادة وشعيرة تفعل في البيت وفي البلد الذي فيه المضحي، هذا هو السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته في المدينة ولا يرسل بها إلى هنا أو هناك. من أراد أن ينفع المحتاجين في الجهات الأخرى فإنه يرسل إليهم غير الأضحية، يرسل إليهم صدقة وتبرع من ماله. أما العبادات فإنها تفعل كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يضحي في بيته في المدينة ولم يكن يرسل الأضاحي إلى مكة أو إلى غيرها، لأن المقصود من ذلك فعل العبادة في البيت ليناله وينال أهل البيت من بركة هذه العبادة وهذه الشعيرة، ولأنها لأجل أن يتوسع بها أهل البيت ويفرحوا كغيرهم، وأيضا يوسعوا على جيرانهم ويتصدقوا ويهدوا إليهم، هذا هو المطلوب من الأضاحي، ليس المطلوب فقط مجرد اللحم، فإنما المطلوب التقرب إلى الله بذبح هذه الأضحية في البيت، وتوزع يوزع منها ويؤكل منها ويفرح بها الأهل والجيران. نعم. فإن قيل إننا في غنى عنها وفي أطراف العالم الإسلامي جياع، هذا لا يغير من العبادة شيء، الذي ينفع الجياع يرسل لهم من ماله من التبرعات، وله أن يزيد في الأضاحي يضحي بأربع بخمس، لا هذا من المغالاة، من المغالاة، يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته الحمد لله وعن أحيائه وأمواته، يجعلهم في واحدة، يجعلهم في واحدة.